الرئيس السيسي يواجه ببدء تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة سيناء البردويل ضمن جهود تنمية سيناء. الرئيس الروسي يحذر من وقف تصدير النفط والغاز إلى الدول التي تضع سقفاً للأسعار. أوكرانيا تعلن استعادة إمدادات الطاقة لمرافق البنية التحتية الحيوية بعد استهدافها في قصف روسي. السادسة مساء الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم مشاهدينا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة سيناء البردويل التي تسهم هيئة قناة السويس من خلالها في جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمي البلجيكية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تابع في اجتماع مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس نشاط هيئة قناة السويس. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها عام 2015 أدت إلى مضاعفة إيرادات القناة السنوية لتتجاوز 7 مليارات دولار سنوياً، وكذلك عدد السفن العابرة لحوالي 70 سفينة يومياً، وهو ما ساهم في جهود دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية. كما ساهمت قناة السويس الجديدة في تخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابرة بإجمالي 53 مليون طن نظراً لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليص زمن رحلة عبور السفن، وهو ما يدعم جهود القناة لتصبح قناة خضراء بحلول عام 2030. وقد وجه السيد الرئيس ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل، وذلك في إطار مبادرة سيناء البردويل التي تساهم هيئة قناة السويس من خلالها في جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمي البلجيكية، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التي تشتهر بها البحيرة من 4000 طن إلى 11000 طن سنوياً على المدى القصير، وصولاً إلى 50000 طن على المدى المتوسط، وذلك بتطوير البحيرة وتعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التي تصلها بالبحر المتوسط، فضلاً عن المساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية وتعزيز الغطاء النباتي والتشجير بسيناء بمساحة تصل إلى 15000 كيلومتر مربع عن طريق إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها وضخها في تربة سيناء، الأمر الذي يحقق مردوداً تنموياً وبيئياً كبيراً في شمال سيناء. كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، والتي حققت معدلات زيادة قياسية مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة، وكذلك الارتفاع في الإيرادات، والتي من المتوقع أن تصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 7.8 مليار دولار. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 698 قضية تموين مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 1000 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 147 طنا. أما في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 804 أطنان. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 51 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط
924 قضية، من بينها 297 قضية خبز ناقص الوزن و272 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وواصلت وزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، حيث أسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النجاحات. استمراراً للضربات الأمنية التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بكفر الشيخ لقيام عناصره بغسل 9 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم مقابل أرباح عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات وعقارات ودراجات نارية وإيداع جانب من الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافة للحقيقة. كما تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالإسكندرية لقيام عناصره بغسل 8 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات وعقارات وإيداع جزء من هذه الأموال بالبنوك بهدف إخفاء مصدرها وإصباغها بصبغة شرعية وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 تشكيلات عصابية بالإسكندرية لقيام عناصرها بالاستيلاء على 12.5 مليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة المفروشات والملابس الجاهزة وتجارة الأدوات الصحية وتجارة المواشي مقابل منحهم أرباح متفق عليها، إلا أنهم لم يلتزموا بسداد الأرباح كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها. وفي مجال مكافحة جرائم الاختلاس، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أمين عهدة إحدى الشركات بالقليوبية استغل طبيعة عمله واستولى على بضائع بقيمة ما يقارب 3 ملايين جنيه وامتنع عن توريدها للشركة، ولإخفاء ذلك قام بالتلاعب في كشوف أوامر التوريد لإثبات استلامه بضائع أقل من قيمتها الحقيقية. كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مدعياً وجود علاقات ببعض موظفي الجمارك على خلاف الحقيقة وإمكانية استخدام هذه العلاقات في إنهاء إجراءات استيراد السيارات من الخارج بسعر أقل من السوق مما مكنه من الاستيلاء على أموالهم. وعلى صعيد مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم ترويج العملات الوطنية المقلدة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشائه العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية، زعم عناصر التشكيل من خلالها امتلاكهم عملات وطنية مقلدة وادعاءهم تسويقها مقابل نسبة عمولة خلافا للحقيقة، وتمكنوا من خلال هذا النشاط من الإيقاع بالعديد من الضحايا وإقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبالغ المتفق عليها على محافظ مالية خاصة بهم والاستيلاء على تلك الأموال. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بإلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022 و2023، وأشار المركزي إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على أن امتحان شهر نوفمبر قائم كما هو لكافة صفوف النقل دون إلغاء. كما أوضح أن توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل لكل مادة سيكون كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل، و10% من درجة امتحان الشهر، و5% على الموظفة، و5% على السلوك. ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات نهاية الأسبوع مدعومة بمشتريات المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليارات جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.4%، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 4.37%.
أكد رئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن قوات الأمن العراقية بتشكيلاتها كافة تمكنت من هزيمة الإرهاب ومخططاته الخبيثة وتواصل ملاحقة فلوله. وخلال لقائه مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي الناتو في العراق في قصر بغداد، أكد رئيس العراقي أن الإرهاب والتطرف يشكلان ظاهرة خطيرة على العالم أجمع. فشل البرلمان اللبناني للمرة السابعة في انتخاب رئيس للبلاد، وحدد رئيس البرلمان يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشيل عون. أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من تداعيات خطيرة لوضع سقف لأسعار النفط الروسي. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن بوتين أصدر تعليمات بعدم تصدير النفط والغاز للدول التي تضع سقفا للأسعار. يأتي ذلك بعد أيام من تحذير روسيا من التوقف التام عن بيع النفط وتخفيض الإنتاج بشكل حاد إذا وضع سقف لأسعار نفطها. فشل وزراء الطاقة الأوروبيون في الاتفاق بشأن اقتراح تحديد سقف أسعار النفط، وقرر الوزراء بأن هناك رؤى مختلفة بشأن وضع حد لتسعير الطاقة، مضيفين أنهم سيحاولون التوافق عليها في ديسمبر المقبل. كما أشار الوزراء الأوروبيون عقب اجتماعهم أنه سيتم توزيع وتيرة المساعدات التي يتم تقديمها للشعب الأوكراني. أعلنت المجر أن الاتحاد الأوروبي قرر إعفائها من خطط تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، وهذا وتتباين مواقف الحكومات الأوروبية بشأن كيفية تحديد مستوى سقف للأسعار على النفط الروسي بعد رفض دول بولندا والبلطيق مقترحات المفوضية الأوروبية. مع انقسام الحكومات حول كيفية صياغة الخطة المقترحة، فشلت المباحثات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تحديد مستوى سقف الأسعار على النفط الروسي. الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقترحت مستوى يبلغ 65 دولاراً للبرميل، وهو ما رفضته بولندا ودول البلطيق باعتباره مغالياً في سخائه مع موسكو. كما أن الدول التي لديها صناعة نقل بحري كبيرة ومنها اليونان ومالطا لم ترغب في أن ينخفض سقف الأسعار عن 70 دولاراً للبرميل، وهو الحد الأعلى في النطاق الذي طرحه الاتحاد الأوروبي. كان الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع يأملان في الاتفاق على مستوى سقف الأسعار، غير أن ذلك المستوى ينبغي أن يحظى بموافقة ودعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى يتم التصديق عليها. أهداف سقف الأسعار كانت دائماً غير واضحة، فالدول الغربية ترغب في التأكد من استمرار تدفق الخام الروسي وفي نفس الوقت تخفيض إيرادات موسكو. إلا أن سقف الأسعار الذي يبلغ 65 دولاراً للبرميل ربما يتجاوز كثيراً تكلفة الإنتاج في روسيا، ولأن روسيا تبيع نفطها بالفعل بأسعار منخفضة، فإن فرض سقف مرتفع ربما يكون تأثيره محدوداً للغاية على تعاملاتها.
تعتزم وزارة المالية الألمانية فرض ضريبة على الأرباح الفائضة لمؤسسات النفط والغاز بقيمة تبلغ نسبتها 33% بناء على توصية من الاتحاد الأوروبي. وأكدت الوزارة أنها تعتزم فرض ضرائب على أرباح الشركات التي تحققت في عامي 2022 و2023، والتي تزيد بنسبة 20% عن متوسط الأرباح في الفترة الواقعة بين عامي 2018 و2021. وتعمل السلطات الألمانية على توسيع هذا الإجراء ليشمل جميع الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والفحم وتكرير النفط. وتتكبد ألمانيا خسائر بالمليارات مع توقف إمدادات الغاز الروسية وسط مساع من قبل برلين لإنشاء محطات الغاز المسال العائمة الجديدة. المزيد في العرض التالي مع الزميل كريم حاتم. أهلا بكم. خسائر بالمليارات تتكبدها ألمانيا التي تحاول إيجاد بديل لإمدادات الغاز الروسي التي توقفت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة ضد موسكو للتغلب على فصل الشتاء. ألمانيا التي تعد أكبر مستورد للغاز الروسي تعمل على إنشاء محطات الغاز المسال العائمة الجديدة والتي تكلف الحكومة الألمانية ما لا يقل عن 3.5 مليار يورو إضافية، ويمثل ذلك الرقم أكثر من ضعف الميزانية الأصلية. وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية فإن إجمالي متطلبات الميزانية لعام 2022 زادت بحوالي 6.56 مليار يورو، وبالإضافة إلى ذلك سيجرى تخصيص المزيد من الأموال العام القادم. ارتفاع التكلفة يأتي بسبب النفقات التشغيلية الإضافية والبنية التحتية التي يجب بناؤها، حيث وافقت لجنة الموازنة البرلمانية بالفعل على زيادة تمويل المحطات. وأكملت ألمانيا بناء أول محطة غاز عائمة في ميناء بحر الشمال التي ستعمل بحلول نهاية العام، إلى جانب محطة ثانية في ميناء برونسبوتل شمال ألمانيا. تنذر المؤشرات الاقتصادية في ألمانيا بمشكلة كبيرة بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة، إذ زادت حالات إفلاس الشركات بنسبة 34% في سبتمبر 2022 مقارنة بنفس الشهر في العام السابق، بينما توقع معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني أن ترتفع حالات الإفلاس 40% في نوفمبر. يأتي هذا بينما تتوقع دراسة لمؤسسة أليانز تريد ارتفاع عدد الشركات التي ستشهر الإفلاس إلى أكثر من 16,000 شركة خلال عام 2023. ومن أبرز الصناعات التي تأثرت بأزمة الطاقة في ألمانيا صناعة السيارات، إذ إن هناك 20% في قطاع مواردي السيارات يستثمرون في الخارج، وتحديدا في دول يكون توفير الطاقة فيها غير مكلف وتسمح بإنتاج سيارات تعمل بمحركات الوقود. أزمة الطاقة في ألمانيا أصبحت أيضا تشكل تهديدا متزايدا للعمالة، إذ تخطط 25% من الشركات لشطب وظائف وفق مسح حديث أجراه معهد آيفو للبحوث الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك تستعد 57% من الشركات لتأجيل استثمارات كان مخططا لها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. يأتي هذا رغم توقعات وزير الاقتصاد الألماني روبرت هايبك بأن يكون وضع إمدادات الغاز في ألمانيا أفضل بكثير في شتاء 2023-2024 من هذا الشتاء، مع تدفق المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى البلاد، إذ قدر هايبك وصول إمدادات بمقدار لا يقل عن 25 مليار متر مكعب من الغاز عبر محطات الغاز الطبيعي المسال الحكومية، وذلك بمنع عن الإمدادات من المصادر الخاصة للغاز المسال. وارتفعت أسعار الطاقة في ألمانيا بنسبة 70% في الشهور الأخيرة لتصبح الأعلى سعرا في أوروبا، الأمر الذي دفع الحكومة الألمانية لخفض الإنارة ليلا في العديد من معالمها الأثرية ومبانيها التاريخية، مع إطفاء مصابيح القصر الرئاسي ضمن خطة ترشيد الاستهلاك. مشاهدين، كان هذا عرضا للخسائر التي تتكبدها ألمانيا بسبب أزمة الطاقة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستكلل بنجاح دون شك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بيسكوف للصحفيين مشددا على مستقبل ونجاح العملية الخاصة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات مكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة استهدفت مراكز قيادة عسكرية في كييف وكذلك منشآت الطاقة المرتبطة بها. وقالت الوزارة إن القوات الروسية قامت بضربة استباقية نفذتها قوات المدفعية وأحبطت من خلالها محاولة هجوم الجيش الأوكراني على منطقة زابوريجيا، كما تم القضاء على 50 جنديا أوكرانيا. كذلك أحبطت القوات الروسية هجوما للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف وقضت على نحو 60 جنديا أوكرانيا. وفي محور كرانسو ليمانسك تصدت القوات الروسية إلى الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية. أعلنت أوكرانيا استعادتها إمدادات الطاقة إلى مرافق البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء البلاد. وأشارت السلطات الأوكرانية إلى أن محطات الطاقة النووية الثلاث الخاضعة لسيطرة كييف تمكنت من إعادة توصيلها بشبكة الكهرباء بعد أن قطعت في اليوم السابق في أعقاب الضربات الروسية. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا حركت أجزاء كبيرة من وحداتها المحمولة جوا إلى شرق أوكرانيا. وأضافت الدفاع البريطانية أن المناطق التي يحتمل أنه يتم نقل الوحدات إليها تشمل مواقع دفاعية في مناطق لوهانسك ودونيتسك. وقالت مصادر بريطانية إنه تم إرسال جنود احتياط محل بعض الوحدات المحمولة جوا المنهكة بشدة. وتعد القوات المحمولة جوا الروسية وحدة نخبة وتمثل فرعا منفصلا من القوات المسلحة الروسية. أعربت المجر عن استعدادها لمناقشة التمويل الأوروبي المشترك لأوكرانيا. وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري إن المجر ما زالت تفضل تقديم المساعدة لأوكرانيا على أساس ثنائي، ولكنها لا تستبعد أن تأتي الأموال من تمويل أوروبي مشترك متاح بالفعل، مشيرا إلى أن بلاده منفتحة لمناقشة هذه الاحتمالية خلال اجتماع لوزراء مالية الكتلة الأوروبية الشهر المقبل. وافق البرلمان الأوروبي على حظر إصدار التأشيرات الأوروبية لحاملي جوازات السفر الروسية الصادرة في شبه جزيرة القرم وأبخازية وأوسيسيا الجنوبية. وخلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي صوت نحو 531 نائبا لصالح هذا الاقتراح، فيما عارضه نحو 7 نواب وامتنع نحو 34 نائبا عن التصويت. وستدخل هذه القيود حيز التنفيذ بعد الموافقة الرسمية عليها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الإدارة الأمريكية تصطدم بعقبات قانونية لمصادرة الأصول الروسية المخبأة ومنحها الأوكرانيون. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الادعاء العام الأمريكي أصدر مذكرات استدعاء للكشف عن أصول روسية مخبأة بالولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تلك المذكرات تمهد لمصادرة أصول روسية تشمل عقارات وحسابات نقدية وصناديق ائتمانية.
قتل 4 أشخاص في إطلاق نار في حي تجاري في مدينة كريمسكا بجنوب روسيا، وبحسب وسائل إعلام روسية ومصادر محلية فإن القتلى 4 بينهم المسلح الذي أطلق النار، وبحسب وسائل الإعلام الروسية فإن رجلا أطلق النار وهو يسير في الشارع، حيث أطلق الرجل النار من مسافات قريبة على الضحايا في كريمسك جنوبي البلاد. رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كوسوفو وصربيا بشأن نزاع حول لوحات أرقام المركبات. الاتفاق يتضمن أن تتوقف صربيا عن إصدار لوحات ترخيص للسيارات الخاصة بمدن كوسوفو، وأن تتوقف الأخيرة عن اتخاذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بإعادة تسجيل المركبات. وفقا للممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فإن مفاوضي كوسوفو وصربيا اتفقوا على تجنب المزيد من التصعيد والتركيز بشكل كامل على الاقتراح الخاص بتطبيع العلاقات بينهما. والآن مشاهدينا مع أخبار منافسات كأس العالم. يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره منتخب غانا على ملعب 974 في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، ولا تزال النتيجة حتى الآن التعادل السلبي بدون أهداف، ويستهدف منتخب البرتغال بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز على غانا في مباراة اليوم وقطع أول خطوة في التتويج بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. تعادل منتخبا كوريا الجنوبية والأوروغواي في افتتاح المجموعة الثامنة والأخيرة من بطولة كأس العالم في قطر، ولم يستطع أي من نجوم المنتخبين وعلى رأسهم هيونغ مين سون كوري ولويس سواريز الأوروغوايي فك الاشتباك خلال المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، وتبادل المنتخبات الفرص والسيطرة على اللقاء على رغم أن فرص منتخب أوروغواي كانت أكثر خطورة، لكن اللقاء كان متكافئا بشكل عام. أحرز المهاجم السويسري بريل أمبولو المولود في يويندي هدف الفوز 1-0 على بلده الأصلي الكاميرون، ورفض الاحتفال في المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم في استاد الجنوب، وتلقى أمبولو تمريرة من شيردان شاكيري من الجانب الأيمن، وسدد كرة قوية من مدى قريب داخل الشباك في الدقيقة 48، وبدا وكأنه يريد الاعتذار بعدما ركض نحوه باقي لاعبي سويسرا للاحتفال. نهاية السادسة مشاهدينا، والآن تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يوجه ببدء تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة سيناء البردويل ضمن جهود تنمية سيناء. الرئيس الروسي يحذر من وقف تصدير النفط والغاز إلى الدول التي تضع سقفا للأسعار. أوكرانيا تعلن استعادة إمدادات الطاقة لمرافق البنية التحتية الحيوية بعد استهدافها في قصف روسي. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، كنت معكم نسرين فؤاد، إلى اللقاء.